الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الوالدين هو كل فعل أو قول يتأذى به الوالدان منه، ويتمثل ذلك في الهجران وعلو الصوت وعصيانهما وعدة أشكال أخرى من أنواع الإيذاء، وعكسه هو بر الوالدين. أما بالنسبة لعقوبة بر الوالدين أو عقوبة عقوق الوالدين في الإسلام فلها 6 أصناف يصاب بها عاق الوالدين في الدنيا والآخرة. عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة، العاق يصاب ب6 أمور. أما بالنسبة لهذه 6 أمور فهي: ما عقوبة عقوق الوالدين في الدنيا والآخرة؟ حث الشرع الحنيف على بر الوالدين ورغب فيه وحرم عقوق الوالدين وعدة من كبائر الذنوب، وجاءت النصوص الشرعية من القرآن الكريم والسنة الشريفة حاثة على البر ومحذرة من العقوق في حق الوالدين في مواطن كثيرة. حكم بر الوالدين: وأوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين والإحسان إليهما في مواضع كثيرة، منها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقرن الله تعالى بر الوالدين بعبادته، وقرن عقوقهما بالشرك به سبحانه وتعالى. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقرن الشكر لهما بشكره سبحانه وتعالى بقوله: إن أشكر لي ولوالديك، وأكد على ذلك كله حتى في حال أمرهما لولديهما بالشرك. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وامتدح الله سبحانه وتعالى سيدنا يحيى عليه السلام قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا، وإنما لم يأمر الوالدين بمثل ذلك الاستغناء بالطبع عن الشرع، فعلاقة الوالدين بوالديهما هي علاقة طبيعية جبلت عليها الفطرة السوية. أما حكم البر بالوالدين، اتفق أهل العلم على أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. قال الإمام النووي: وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين، وأن عقوقهما حرام من الكبائر. والبر بالوالدين فرض عين، فهو عبادة لا تقبل النيابة. قال العلامة برهان الدين ابن مرة البخاري الحنفي في المحيط البرهاني في الفقه العثماني: وبرهما فرض خاص لا يتوب البعض فيه عن البعض بخلاف رعايتهما فإنها فرض كفاية. وورد في الحديث الذي روي عن أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته يسكت. عقوبة عقوق الوالدين: أولا، من عقوبة عقوق الوالدين استحقاق لعنة الله لمن سب والديه أو لعنهما. عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وفي رواية ابن حبان: ولعن الله من سب والديه.
ثانيا من عقوبة عقوق الوالدين تعجيل عقوبة العاق لوالدي في الدنيا قبل الآخرة. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اثنتان يعجلهم الله في الدنيا، البغي وعقوق الوالدين. ثالثا من عقوبة عقوق الوالدين إنها أسباب دخول النار، فيحرم العاق لوالديه من دخول الجنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله، إنك حين صعدت المنبر قلت آمين ثلاثا. قال: إن جبريل آتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار، فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين، يعني يقول له جبريل: قل آمين يا محمد. فيقول محمد عليه الصلاة والسلام: آمين. صلوا على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذكرت عنده، أي ذكرت يعني من يقول، من يقول محمد، يعني يذكر عنده سيدنا محمد، ولم يصلي علي ولم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل يا محمد آمين. فقلت آمين. رابعا من عقوبة عقوق الوالدين استجابة دعوة الوالد عن ولده العاق. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. خامسا من عقوبة عقوق الوالدين: لا يسلم عاق الوالدين من انتزاع البركة من عمره وحياته، وقلة الرزق، وعدم استجابة دعائه، وحرمانه من رفع أعماله للسماء، وهو مخلوف بعقوق أبنائه وذريته من بعد عقوقه لوالديه. سادسا من عقوبة عقوق الوالدين: يفتح عاق والديه على نفسه بابين من أبواب جهنم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، عفوا، ما من مسلم يصبح ووالده عنه ووالداه عنه راضيان إلا كان له بابان من الجنة، وإن كان واحدا فواحد. وما من مسلم يصبح ووالداه عليه ساخطان إلا كان له بابان من النار والعياذ بالله، وإن كان واحدا فواحد. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي رسول الله. أما بالنسبة لأهمية رضا الوالدين، لرضا الوالدين على أبنائهما أهمية بالغة تظهر في العديد من الأمور، وفيما يأتي بيان بعضها. نيل البركة في العمر والسعة في الرزق، وذلك يكون بعدة صور، منها البركة في استغلال العمر بالطاعات والعبادات ونيل التوفيق من الله تعالى، أو يكون بأن الملائكة عندما تعلم بأن العبد يصل رحمه فتقوم بتغيير عمره بسبب وصله للرحم، حيث قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. 2 نيل الدعاء المستجاب من الوالدين، ومما يدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، وذلك إكراما للوالدين من الله سبحانه وتعالى. ثالثا بر الوالدين يدل على كمال الإيمان، كما أنه من حسن إسلام العبد، كما أنه من الطرق الموصلة إلى الجنة في الحياة الآخرة، وبه يرتفع ذكر العبد في الحياة الدنيا والآخرة. رابعا بر الوالدين يعد من أسباب تفريج الهموم والكروب وكشف الابتلاءات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعلنا
من بارين لوالدينا ولا تجعلنا من عاقي لوالدينا. اللهم لا تعاقبنا في الدنيا ولا الآخرة. اللهم اجعلنا من الذين يدخلون الجنة برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يسر لي أمري وهيئ لي من أمري رشدا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان معكم أخوكم ابن فلسطين الإعلامي عماد زيد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع اللايك. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات جديدة، وإن شاء الله الكبيرة الرابعة بإذن الله تعالى ستكون الشرك بالله. انتظرونا غدا أو بعد غد. أخوكم عماد زيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.